السلام عليكم دكتور محسن بلبان. اليوم بدي اتكلم معك انش كيف ما نطول القضيب بلا عملية. هون بس جاء المريض لاسطنبول نعمل قياس العدو مشان خط العلاج. هون ما نعطيه صدمة وبلازما من فيديوهات القدام الباكة انا كلمتك انش كيف ما نعطي الصدمة وبلازما. يعني 4 جلسات نعطي بلازما و6 جلسات صدمة. هودي باسبوع ما نكملين وبعدين ما نعطي جهاز مضخة على المريض. شيء ما يستعملها 6 شهور وكل يوم 10 دقائق انا معلم ايش كيف بستعملها على الجهاز وبعد 6 شهور القضيب طوله وعرضه شيء من سنتيمتر على 3 سنتيمات ما يكبر وهالشغل ما في مضاعفه وتم بخير ان شاء الله.